Assalamualaikum, kita alam susu susu di makhluk kayak susu bitir yani والله فكرت اصور بيتين. طب سمعت يا جماعه قال لي نبدا الفيديو بتاع النهارده يا جماعه قبل اي حاجه. انا كنت غايب بسبب والله ظروف يعني اللي كان عارف الانستجرام ان انا كان عندي امتحانات بس ان شاء الله يا جماعه الواحد لما بيغيب بيرجع وبيرجع بحاجه تقيله. فالنهارده يا جماعه احنا معانا صندوق عشوائي بس من شركه من الصين. فهي الفكره بتاعت النهارده ان الصندوق انا مش دافع فيه فلوس. فانا عامه قلت لهم زي الحمار الغبي بقى ابعتوا الصندوق وانا نشوف انت تتحمل تكاليف الشحن والجمارك. قلت لهم بقى شبه الحمار المتخلف قلت اه يعني كام 20 30 جنيه ابعت يا عم. فانا رحت اشوف الجمارك والشحن بتاعها كام فطلع مبلغ معين. فقمت قايل لهم انا مش هقدر استلم الصندوق. فقالوا لي يا اخي العزيز ان هذا الصندوق ستجد فيه اكثر من هذا المبلغ الاسلام يعني اللي انت هتدفعه في الصندوق ده او هتدفعه في الشحن هتلاقي في الصندوق قيمه كبيره. فاحنا النهارده نفتح الصندوق ده مع بعض ونسمي مع بعض بسم الله. فانا اوريك بس شكل الصندوق. اول هو تقريبا اصغر صندوق جالي وتقيل قوي يعني ممكن 25 كيلو ولا حاجه. ايه يا عم والله ما عارف. جهزونا يا ابطال يلا بينا. ده صندوق يا شباب هو على قد ما هو وزنه صغير وزنه صغير على قد ما هو حجمه صغير بس وزنه تقيل جدا. هو هنا موجود هنا اسم الشركه وهنا تفاصيل الشحن والحاجات ديت وهنا اسم اليوزر نيم والحاجات ديت. فيا جماعه الوقت احنا نفتح الصندوق فنقول مع بعض بسم الله. انا مش غرمان حاجه غير تكاليف الشحن والجمارك بس انا عامه ما انصحش حد انه يشتري حاجه وزنها تقيل من بره. فبسم الله يلا يلا بسم الله. تحس ان في حاجه جواها تحس ان كائن حي جواها يهرب. فهو مش عارف هم بيغلفوه التغليفه دي اللي مش فاهم انا يعني. بسم الله يا مسهل الحال علينا يا رب. طيب نخلي ده على جنب. بسم الله بسم الله. بصوا يا شباب انا خايف افتح الصندوق بعدين مش دافع لا بس دافع والله حق الجمارك والشحن وكان المفروض يجيب لي الصندوق حق الجمارك والشحن دي. بسم الله يا جماعه يلا بينا. ادي واحد يلا وانا شايف تحت مغاره بس انا اول حاجه الورقه ديت يمكن شايل التقدير او حاجه بس بقى دي عشان نشوف. ده طبعا اسم الشركه يا جماعه بالصيني وهنا اسم الشركه المفروض بالصيني وده الاختصار بتاعها تمام بي سي ال. ولا 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 والله العظيم اخسر ولا ده اللي استفتح معايا. استنى بس كده انا هجيب حاجه بس احط عليها الكرتونه كده عشان ايه ما نكسرش حاجه. استنى دقيقه واحده. طيب ادي واحد اهم حاجه ده يا شباب. بصوا هو انتم ممكن ما تشوفوش الكرتونه بس انا اهم حاجه ان انا اقدر يبقى ايه ايه اقدر ابقى في اتصال فرفور. انا اسف يبقى فيها ايه ولا 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 والله العظيم جامد يا جماعه. بص انا مش عارف مش بتعمل ازاي. ثانيه هو في هنا بتاع ممكن تحط يعني الفلير مثلا هو بتحط هنا حاجه وبتقوم قافل عليه وتقوم ضاق بس مش عارف. ثانيه ثانيه انا هجرب بس ثواني. بصوا انا هروح البلكونه دقيقه واحده بس هجرب اضربه وجاي دقيقه واحده بس. وانا كنت في البلكونه ماسكه فتلات عيل بس خارج لي من بندقيه خلاص وبيقول لي عاركني. هي تقريبا مش لعبه لان برضه ان في حاجه بتخرج من هنا. فهو الفلير ده تقريبا حقيقي فانا هحاول اجيب الطلق بتاعه ولازم اجربه في فيديو ده لازم لان بصوا شكله هو بالظبط يعني شايف المنظر عامل ازاي. هو جوه لسه بلاوي الجاي لسه بلاوي فانا مش عايز اصلا احرق حاجه بس عايز اخلي كل حاجه حقها تمام. ادي اهوت خلينا على جنب. اللي جاي بعد كده بقى انا شايف قدامي اتنين كار بس انا قدامي اتنين كار مختلفين. فهنا في واحد هنا في جزء مختلف او زياده عن ده والاثنين معاهم سكوب 8 عادي. فاستنى بس ثواني كده هو عادي بس انا عايز اعرف الفرق بين ده وده. يا هو ده ليزر يعني ده مثلا ده في ليزر تمام وده ما فيهوش ليزر ده سكوب 8 بس هنا نشينا او النشان وهنا ما فيش نشان. ماشي حلوين دول تمام يعني شغالين. يا جماعه الاستفتاح لما بيكون خير يبقى كل اللي جاي خير ان شاء الله. انا قدامي الوقت حاجات كتير وكراتين فمش يعني الكرتونه الصغيره ديت بيبقى فيها كل الحاجات دي مش عارف احطها ازاي. المهم يا جماعه الوقت انا قدامي حاجه كده بس مش عارف. بصوا انا هحاول افتحها معاكم كده. بسم الله بسم الله. في ايه يا جماعه يا ترى؟ بصوا حاطين لي ايه؟ انا مش عارف هو ده هيهرب ولا هيروح فين؟ يعني اتنين امام تمام على وضعك بقى يا باشا. خلي ده هو انا مش عارف بس هو مكتوب لي هنا بولس
حاجة جي جي 908 تقريبا بولس. وين كهرباء كهرباء كهرباء؟ انا اسف. بصوا بصوا ملناش دعوه بدي. انا اسف انا اسف انا اسف، ولكن شفناها. انا عندي خوذه من دي، انا عندي، انا كنت عملتها، بس هي نفس الخوذه اللي عندي، هي نفس الخوذه اللي عندي، بس هو تقريبا هنا بتاع اصفر شويه. ده حد عمل بيه. بصوا يا جماعه، انا متحمس الوقت ان اللي قدام حاجات كتير. الكرتونه الصغيره دي انا مش عارف حاطين فيها كل الحاجات دي ازاي. يلا، انا هنا قدامي حاجه، علبه صغيره هنا. هو بسم الله. مش فاهم يعني عامل بدي ايه. حطها في ودنك، حطها في ودنك تنور، حطها في مكانك تنور، حطها هنا تنور. ما علينا. تمام. طب يا جماعه اللي بعده، انا قدامي مج، مش عارف بيخزن كل الحاجات دي فين. والله بجد، وحاطين لي مثلا دي الغطا مثلا بتاعه بتاع هو هيهرب يعني، هيهرب. فهو هنا الاثنين لما تحطهم على بعض كده بيبقى عندك، هو شكل كويس بس يعني كزينه، بس ما ينفعش الاستخدام عادي. وده مش ده 800 800 ترمومتر ترمومتر ترمومتر، لو انت بتحطه تحت لسانك او تحت بطك، فاهم انت؟ هو الايام الجايه انا عطست كام عطسه كده، فانا هحتاجه اليومين الجايين كده. ادعوا لي. نخش على اللي بعده. ده بيبس ضغط. ماشي، ما علينا، علبه بيبس ضغط. طيب انا قدامي كورقه. مش فاهم اي حاجه. بصوا احنا معانا، احنا ما بنفهمش في الورق والحاجات ديت. ف انا قدامي كراتين، بس انا مخليها للاخر عشان ايه الحوار كله ما يبهوش مني. بسم الله. اشوف يمكن ده حاجه كويسه. ده دي يا جماعة تقريبا بتاعت اللي هو ايه، لقد كنت اعاني من صدر صدري، ولكن بعد استخدامها اصبح صدري ضيقا. ما علينا يا جماعة، انا قدامي حاجة في بتاع كبير. استنى، بسم الله. هو ده تقريبا بتاعت شاي او ما علينا. هو الحاجات دي تقريبا يعني، لو في رحلة يا جماعة حد ممكن يكلمني نطلع مع بعض بالحاجات دي عشان نستخدمها. فعندنا بقى وبتاع من ده كتير جدا. مش بقى عليا بقى بالحاجات دي بقى. انا قدام هنا علبه. الله اكبر عليك. بري بري جلاسز، يعني هما الاثنين عاطيه لي. هو اتكسرت في الطريق ولا هما الاثنين شغالين مع بعض؟ يا عم بطل، مش شايف حاجه، والله ما شايف حاجه. وحتى الان انا كنت، انا عجبني اول حاجات اللي في الاول، بس بعد كده تلاقي الحوار عادي. ف ايه ايه شركه، ثواني. مسطره مسطره، مش مسطره، مسطره مسطره حديده يا جماعه. ماشي، ما علينا من هنا. برضه ترمومتر تاني تم اهو، بس انت تقريبا مش عارف بيتحط. طيب يا سيدي، شكرا، كفايه. دي بقى علبة دبابيس زي اللي قبلها. دي بقى اللي هو ايه، انا مش عارف، استنى كده. ده انا بهوقت الدنيا لا انا كده هبوظ نفسي وهبوظ الدنيا عندي. انا بوظت الاوضه. انا كل مره ببوظ الاوضه واقعد فيها ساعتين، بعد ما اخلص اقعد احس في التراب بتاعها. استنى، علبة دبابيس تانية، علبة دبابيس تالتة. خلاص، لسه في علبة رابعة. مفيش، تمام كده. فانا الوقت قدامي كرتونة كبيرة جدا. انا كنت مستنيه بقى للاخر ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا باين من البتاع ان هو مايك، طبعا اكتشف الغامض والمثير يستنتج بالعقل الكثير. فيا جماعة انا برضه هفتح المايك ده اشوفه يعني شغال ولا لا. بس فين المقص؟ او نفتحه بالطريقة العادية. بسم الله. افتح من ده، ثواني. فتح ازاي ده؟ طيب بسم الله.
مكتوب هنا هايبر اكس، اللي هي شركة هايبر اكس اللي هو بتاعت المايكات والسماعات وكده، وده الكتالوج طبعا. انا عارف كل حاجة في التكنولوجيا، فانا مش بحب اتكلم طبعا في الحاجات دي. هايبر اكس هاز يو ايه كفرد، يعني اللي هو انت انا غريب. تمام، بسم الله. احنا هنشوف بقى المايك ده مع بعض، يعني هو مش من الناحية التانية، هو من هنا. طيب نخلي ده هنا. بسم الله بسم الله بسم الله. هو انا اول مره اشوف المايك ده، بس هو شكله غريب. بس انا عامه بسجل بحاجه اسمها بلوتي، هو اللي مطلع نفس الصوت اللي قدامك ده، مطلع بتاع الخضار اللي تحت ده، هو برضه نفس الصوت اللي هو قدامك ده. وده طبعا اللي هو ايه اليو اس بي بتاعه، اللي هو انت بتشبك المايك ده في اليو اس بي وبعد كده بتوصله بالكمبيوتر. تمام، فهو انا هجرب البتاع ده، بس انا اهم حاجه دلوقتي عايز اجربها اللي هو ايه بقى لي، هو ده دلوقتي انا عايز. بص انا والكار ده والكارين الحاجات ديت، يعني هم ناس محترمة جدا انهم. طب يا شباب، هو فعلا اللي عجبني من الحوار كله هو الفلير جن ده، بس هو فعلا هو مش بلاستيك. يعني لو بلاستيك انا هقولك ان هو لعبة، بس هو حديد، فعشان كده انا عايز اعرف حتى لو ليه طلق يتجاب منين او كده عشان اجربه. حتى السوسة بتاعته هتلاقيها كلها حديد كده، ف انا عايز اجرب. بس هو هنشوف كده الحوار ده مع بعض تاني. فصاحبي لو عجبك الفيديو، انا نسيت اقول لك في الاول، اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه مش موجود عندنا، وبشكركم جدا. خلاص احنا دخلنا على المليون اهوت، فضل ربنا والله ثم انتم. لو انت كملت الفيديو لحد هنا يا ريت تنزل تقول لي في التعليقات عشان اعرف كم واحد وصل الفيديو لحد الاخر. بس كده يا جماعه، تصبحوا على خير، سلام عليكم.